وبالمناسبة أكد كل من وزير العمل ووزيرة التضامن على ضرورة رفع نسبة إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسة العمومية والخاصة والعمل أكثر لتسهيل حياتهم في المجتمع. Un travail de rapprochement avec le ministre de la Solidarité a été enclenché pour l'identification de la liste des métiers les mieux adaptés à ce type d'handicap. Un effort considérable aussi a été consenti pour améliorer l'accessibilité des structures qui dépendent de notre secteur. Et on sait très bien que l'accessibilité est un problème majeur dans nos pays et dans notre pays. فمن الضروري تضافر جهود جميع القطاعات العمومية والخاصة من أجل منح فرص أكثر للعمل لهذه الفئة وخاصة الحاصلين على الشهادات الجامعية والمهنية. ولا يفوتني في هذا المقام إلا أن أثمن مبادرة منتدى رؤساء المؤسسات باعتباره محوراً أساسياً في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.